صباح الخير إلى مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر فيسبوك. معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ من أمام الحدود اللبنانية الجنوبية الفلسطينية المحتلة. بعد قصف عنيف استمر حتى ساعات الصباح الأولى، هكذا تبدو الأجواء أمامنا عبر هذا البث المباشر، حيث يسود الهدوء الحذر على هذه الجبهة التي اشتعلت مساء أمس. أهالي المناطق القريبة من هنا لم يناموا حتى ساعات الصباح الأولى بسبب أصوات القصف الإسرائيلي الذي كان قريبا جدا واستهدف مزارع شبعة في تلال كفر شوبة ومرتفعات حرمون خراج بلدة شبعة. من بعد القصف الذي انطلق من قبل المقاومة الإسلامية واستهدف موقعا للجيش الإسرائيلي وأصابه بإصابة مباشرة، ما أدى إلى سقوط قتيلين داخل الجيش الإسرائيلي، علما أن القنوات الإعلامية الصهيونية تحدثت عن قتيل واحد في الجيش الإسرائيلي في هجوم بصواريخ مضادة للدروع أطلقها حزب الله أمس. ومن بعد هذه العملية التي قامت بها المقاومة الإسلامية في لبنان، شن العدو الإسرائيلي عدة غارات وقصف عدة بلدات جنوبية. نحن هنا في القطاع الشرقي على هذه الجبهة التي كانت محتدمة أمس وتعرضت لقصف عنيف. عبر عدسة الزميل محمد الشيخ نرى مزارع شبعة تلال كفر شوبة، ونرى أيضا مستوطنة المطلي، والأجواء هادئة جدا هنا. نسمع بين حين وآخر أصوات طائرات الاستطلاع، تقترب طائرات الاستطلاع من هذه المناطق صوتيا ثم تبتعد، لكن لا أصوات لقصف مباشر منذ ساعات الصباح الأولى. قمنا أنا وزميل محمد الشيخ بجولة في هذه المناطق واستمعنا حقيقة إلى روايات الأهالي الذين كانوا مرتعبين جدا ولم يناموا كما ذكرنا طوال ساعات الليل من أصوات القصف الذي كان عنيفا ووصل إلى كما ذكرنا مزارع شبعة وعدة مناطق جنوبية حدودية على القطاع الشرقي لجنوب لبنان. وفي بيان رسمي نقلناه أمس عبر أكثر من بث مباشر للزملاء في صوت بيروت انترناشونال أصدر عن حزب الله، تحدث هذا البيان عن استهداف لقوة إسرائيلية قرب ثكنة برانت بالصواريخ المناسبة، وأوقعوا بهذا الاستهداف عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح. وقلنا منذ قليل أن الرواية الإسرائيلية أكدت سقوط قتيل في صفوف الجيش الإسرائيلي، كما انطلقت صفارات الإنذار في مقر اليونيفيل في النقورة، وشهد القطاع الغربي أيضا معارك متصاعدة. وهنا أيضا المعارك لا تدرك أو لا يمكن أن نصف هذه المعارك التي تحدث في القطاع الشرقي في جنوب لبنان منذ اليوم الأول بأنها معركة مستقرة على الصعيد العسكري أو على صعيد المواجهات بين الطرفين، طرف المقاومة الإسلامية وطرف الجيش الإسرائيلي. هناك تصاعد كسهم بياني غير مستقر، أحيانا تحتد المعركة أحيانا يخف وتيرة القصف، أحيانا يسود الهدوء الحذر كما يحدث الآن منذ صباح اليوم. إذن هذه هي المشاهد المباشرة من أمام الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، أجواء هادئة بالكامل، فقط أصوات طائرات الاستطلاع تسمع بين حين وآخر،
وعلى الصعيد الفلسطيني نود أن نشير إلى بدء عبور شاحنات تحمل مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة بعد حصار استمر لفترة طويلة عبر معبر رفح أو رفح. أما الكيان الصهيوني فطلب اليوم من كافة مواطنيه مغادرة هذه البلاد العربية، الأردن، مصر، المغرب، وبالإضافة إلى تركيا، خوفا من أي هجمات قد يتعرضون إليها. وكنا تابعنا أمس عدة مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعدما قصف كنيسة القديس بيرفيريوس في قطاع غزة، وأدى هذا القصف إلى سقوط 8 شهداء وإصابة عشرات الجرحى، بعد قصف أيضا مستشفى المعمداني وإصابة المدنيين الأبرياء. وكل الجرائم التي توالت منذ عملية طوفان الأقصى، جمعة الغضب كانت سيدة المشهد اللبناني في البقاع الشمال الجنوب بيروت، في كل مكان عدة مظاهرات نددت بالعدوان الإسرائيلي. إذن هذه هي الأجواء حتى اللحظة، أجواء هادئة مستتبة إلى حد كبير. نسمع بين حين وآخر كما ذكرنا هذه هي المشهدية أصوات لتحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. القصف كان عنيفا جدا حتى ساعات الصباح الأولى في القطاع الشرقي لجنوب لبنان. الأهالي لم يناموا، الأهالي كانوا مرتعبين جدا. حتى الساعة 1:00 صباحا استمرت عمليات القصف من الجانب الصهيوني على هذه البلدات الحدودية اللبنانية. سنتابع معكم طبعا كل التفاصيل فور ورود أي جديد. كان معكم من جنوب لبنان تحديدا ببقعة القطاع الشرقي عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ.